يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد، الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم إخواني ورحمة الله وبركاته. سؤالك واضح أخوي. أنا أمس سولفت، انتهت قضية الصيحة اللي صارت بالنجف، فشنو صار وراها؟ صار وراها طبع بيان، أول بيان اللي صدر من السيد سلام الله عليه. كثير من الناس تقول بأن أحمد الحسن ما موجود، أو أحمد الحسن متخفي، أو أحمد الحسن بعيد عن الساحة. أحمد الحسن بيده صعد بالسيارة وحط سماعة على السيارة وتقسمت السيارات وقاموا يسيحون بالطريق، ظهر وصي ورسول الإمام المهدي سلام الله عليه، وقام السيد سلام الله عليه بإيده يوزع البيانات. سبحان الله، حتى إحدى السيارات تم حجزها من قبل أحد الأحزاب، وعند انتهاء هذه الحالة، حالة توزيع البيانات، السيد بلغنا بالنص اللي قال كل من يروح المحافظته وتبدي مرحلة التبليغ. أنا بالنسبة لي كنت ما أعرف، بس فقط إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الناس عليكم أن تتبعوا، ما أطرح أدلة وبداية الدعوة وطريق الكلام وطريق شلون تنصح شخص، ما عندي هذا الإلمام لحكي. السيد دزلنا تقريبا 4 شيوخ إلى منطقتي، كانوا متواجدين يمي ويوم أحد الأخوة، وصار بالليل يوميا نطلع بالليل نبلغ وننشر بالكلام. المشايخ طبعا بحكم هم طلاب حوزة يقدر يعني يطرح الدليل ولو كانت الأدلة يعني ضعيفة وبسيطة، والروايات ويقرب الأفكار إلى الناس. المهم انتشر الخبر وانتشر قضية الدعوة إلى الناس، وقامت الناس تسأل شنو هذا الموضوع، من منهم يضحك، من منهم مستهزئ، من منهم مستفسر، من منهم باحث صحيح، من منهم أشكال. الناس شفنا أشكال يعني من الطبقات، معمم، شيخ، سيد، شيخ عشيرة، شيخ قبيلة، يعني صار التبليغ بعدة طرق. السيد قال لكم أولا تتوجهون إلى شيوخ عشائر. شوف السيد ما يتصرف تصرف يعني بدون حكم. أول ما صار تبليغ إلى علماء الدين ومراجع النجف، صار التبليغ إلى شيوخ عشائر العراق، قمنا نطرق باب باب لشيوخ القبائل اللي نعرفهم، طبعا شيوخ عددهم هواي، قمنا نبلغ يا بهيج القضية، يا بهيج القضية، يا بهيج القضية، ردهم شنو رأي المرجع الفلاني، شنو رأي المرجع الفلاني، هذا الجواب يعني. بس القضية يعني سبحان الله صارت يعني إلها صدى قوية على هنا. أنا بصراحة أنا راح أجاوب على سؤالك حتى إنه بتطرق شوي هنا. قضية تكليف المؤمن، يعني أنت إذا صار عندك يقين واطمئنان قلبي زائد اطمئنان غيبي،
بأن هذا وصي ورسول من الإمام المهدي سلام الله عليه. شنو تكليفك اتجاه الناس واتجاه أقربائك والقرآن الكريم وانذر عشيرتك الأقربين؟ أول ما تتجه إلى أقربك، بعدين تتجه إلى أصحابك، بعدين تتجه إلى الناس القربة، بعدين يعني أنت أي طريقة تقدر تبلغ، بأي وسيلة تقدر تقدم. أنت اليوم مثلا ما تقدر، ما تعرف تبلغ، بس عندك سيارة أو ما عندك سيارة، يا رب خدمتكم هاي سيارتي أنا أستفاد، لأن ما أعرف أسولف، أصاعد أخوتي اللي يعرفون يسولفون، وين تردون نروح؟ وين تردون نوصل؟ وين تردون نسولف؟ وين تردون أوديكم؟ شنو عندكم أمور أقضيها لأجل الدعوة؟ أنت تظل أكو مثلا واحد يقول لا هسه يعني تو مؤمن ما يعرف يخاف، لكن يحب يخدم مثلا يقدم، بس شيء محتار، خويا تب السيارة فضل هكا فلوس البنزين، روح اقضوا وصل أخوتك للتبليغ. يعني شنو شيء يربط بشيء؟ أنت يا أبو الأموال تقدر تساعد أخوك بالسيارة، وأنت تقدر تلغى أخوتك اللي يبلغون، وأنتم يتبلغون تقدرون تمهدون طريق مثلا لإخوانكم اللي أفهم من عندكم أو أكبر من عندكم، مثلا قضية مناظرة، مثلا قضية طرح دعوة، مثلا يعني اجتماع أو قاعدة أو جلسة لهداية الناس. ماكو شيء تسوي انت اليوم خاصة بي للنصرة، لنصرة الدعوة، عد الله يضيع. لو انسان فاسق ودرجة فسوقه 100% ويريد يعني يريد يشارك وياكم، فعليه ان يقدم ابسط الاشياء. لو هسه يمسح نعالك، نعالك هذا يشوفه وصخ، وانت اليوم رايح شنو تسوي؟ رايح اليوم عند جلسة ويا ناس، لو كذا بس يجي يمسحها وينظفها من الوصاخة من التراب ويقول لك تفضل لبسه وروح. ماكو شيء ما بي عمل لله سبحانه وتعالى، ماكو شيء بي فايدة للدعوة يعني عبط، لازم كل شيء له بي فايدة. انت ما عندك طريقة تسوي شيء، اخوي انا قاعد ببيتي ما اعرف اسوي شيء، اعطوني بيانات انا اثقبهن، انا اطبعهن، انا الونهن، انا اعدلهن لكم. اي طريقة اي وسيلة انت تريد تخدم بها الدعوة. المرة قاعدة ببيتها ما تقدر تسوي شيء، مو صحيح؟ هم تقدر كاظة تليفونها، واليوم الكلام مال السيد الحمامي، الكلام مال الشيخ السيد واثق، شيخ ناظم، كله تقدر تنشره من خلال الواتساب، من خلال اي طريق، اي طريق من خلال التليفون. ماكو شيء اسمه مستحيل، وماكو شيء انا ما اعرف اسوي. ما تعرف تحكي اي اخوي انا امشي وياك وموقف تكثير سواد، حتى انت راح تستفاد تتعلم، راح تستفاد تكثر العدد، راح تستفاد انت جاي تحصل اجر وثواب من خلال مشيك، من خلال تنفسك، من خلال تكثير سواد، من خلال عطائك البسيط. شوي شوي انت راح تفتهم. مستحيل انت تمشي مؤمنين مخلصين وانت ما تستفاد شيء، من سابع المستحيلات. الروايات تقول من عاشر القوم 40 من كان منهم، يعني بقول انت ما راح تستفاد، فانت راح تتعلم وراح تستفاد وراح يزود ايمانك. جيب لي واحد جبان ومشي ويا هاي المؤمنين، والله العظيم خلال شهرين تشوفه صار اسد. جيب لي انسان ضعيف شهرين تشوفه صار يعني تخرج من عنده ينابيع الحكمه. ماكو شيء انت تسويه لمرضات الله سبحانه وتعالى ما يجيك السداد والتوفيق والرحمة، من سابع المستحيل. هل يكفي الدعاء؟
والدعاء هو بسيط يعني. أنا أسألكم سؤال، يعني هل الدعاء هو سهل؟ إنسان أو إنسانة مخلصة لله سبحانه وتعالى ما بدي إيش يسوي، فقط تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويدرى أن هذا الإنسان البسيط اللي قاعد ببيته يدعو لأخوته يجي التجديد من خلال دعاء، لعله هذا الإنسان شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والشوف راح يصير تجديد وتوفيق لباقي أخوته. كان أنصار ولا أنصاري؟ ماكو شيء، ماكو شيء، أقولكم ماكو شيء. الإنسان المخلص المؤمن الصادق يقدم بعدة طرق، بأي طريقة بأي فكرة. مؤمنة هسه أم أحمد، سلام الله على أم أحمد، لو هي قاعدة بأي دولة وتدعي لولدها الأنصار هنا والله يوفقهم ويسددهم لأجل والله أم أحمد دعت، شنو حسباكم الدعاء سهل؟ هو فدعاء إن شاء الله من المؤمنين الخلص الطيبين إن شاء الله لأخوتهم المؤمنين. فقلت لك هاي المسألة سيد، الصدقة، صدقة تدفع بلاء، صدقة يعني تدفع الأمراض، الصدقة السهل أمور الدعوة، الصدقة يعني كثير من الروايات، كثير من الحديث عن الصدقة، يعني تبرم البلاء أبرم الصدقة. مسألة السيد سلام الله عليه من قال لنا ترجعون وتبلغون، احنا المهم باشرنا بالتبليغ، والله العظيم احنا نفرين يا اخوان، وتعرفون مكان خطر، مكان واسع وبيت عددية الاحزاب، واحنا نكتب البيان نطبعه طبع على حسابنا ونروح اللصقة في يعني على اعمدة الكهرباء، واحنا نفرين ونحس بخوف لكن تحس بلذة، لذة بأن أنت اليوم مقدم عمل لله سبحانه وتعالى، سبحان الله ما شاء الله. وأكثر الناس هسه أنا ما أريد أذكر أسمائهم، قالوا إحنا شفنا البيان هذا وجين، شوف هسه تزقد يعني تقول شنو دول يلزقون يعني على أعمدة الكهرباء، شوف أكثر الموجودين ما أريد أذكر أسمائهم أجوا من خلال هذا البيان يعني البسيط، وكان حتى الطبع يعني كلش رخيص وكلش سهل وأوراق بسيطة الحمد لله. على كل حال هي القضية هم تربط بحيدر مشتت على طلع عليه سيد سلام الله عليه، يقول أنا كنت جاي وفي محافظة ميسان، وكان حيدر مشتت يمي وشيخ ناظم العقيل، يقول أنا استغربت يعني، يقول رأسا شلون حيدر مشتت يقعد على يساري، شنو السبب؟ السيد جاي مريض، أنا أعرف السيد سلام الله عليه إذا أتمرض يعني أكو شيء بالدعوة راح يهديك، على أي حال من وصل السيارة رأساً انطفت ما اشتغلت، صوروا جبنا مصلح، حاول مصلح ثاني، حاول مصلح ثالث، آخر شيء خذوها السيارة للصناعة صناعية، فككوها برغة برغة وشددوها ما ترضى تشتغل. أشوف المشايخ اللي كانوا عدي يتبسبسون، هسه شلون على الخاص ويتبسبس عبر نفرين هاي الايام، انا ما اعرف شنو الموضوع، بس حيدر مشتت جايب عمر مهم، سبحان الله يعني السيد يشوفه مريض شنو الموضوع كان ما ادري صعب. المهم انا سويت عزيمه بيتي وتعشى، سبحان الله يعني الليل يعني صار الأكل يعني خير من الله سبحانه وتعالى. ردنا بس نفهم الموضوع شنو، ما فهمناه بصراحة. الظاهر هو طلع متناقش ويا السيد يعني لازم يعلن هو قضية اليماني، احنا هاي ما ندري. المهم قلت له الشيخ حيدر انت تريد تروح؟ قال ايه. قلت له انا لازم اروح وياك. هو ظل كل ساعة يفتح القرآن ويصفن عليه، انا حسبالي يعني يردون يروحون يقولون الامام الحسين شلون رحنا. فالسيد قال لي سلام الله عليه، قال لي انت وين رايح؟ قلت له انا اريد اروح السيد، اريد اروح ليلة القدر. السيد صف علي وسكت. قلت له انا متلهف الى ليلة القدر يعني ما اقدر اعوف ليلة القدر. قال خير مش المهم. انا خليت السيد مريض يعني الدكتور يضربه أبرة معي مرة مرتين ثلاثة، عباوع وياي حيدر مشتت بالسيارة كل ساعة يفتح القرآن، معودين انا بيني ما بين نفسي شنو الموضوع.
شنو الشغلة تخوف. المهم وصلنا إلى النجف العشرة، نزلنا التقى أحد المشايخ. أحد المشايخ ها قبل لا نسافر، الشيوخ اللي كانت عندي قعدت الصبح ما لقيتها كلها طالعة، يا جماعة شنو الموضوع. المهم قلت لكم صارت هذا الموضوع فنسافرت. من نزل حيدر مشتت بالسيارة، أنا ما أريد أذكر اسم الشيخ اللي موجود بالدعوة، قال له أتيتك بأمر عظيم. ذاك الشيخ نطط عيونه، زين أنا هسه قلت لهم يا معودين هسه مبارك أشيل النعل مالتكم، أشيل النعل مالتكم وأروح وراكم نمشي للحسين، هسه أنتم ليش تحرمون زيارة الحسين؟ أنا كان هذا اللي ببالي. هو شنو اللي جاي للأمر العظيم؟ هو اليماني على أي حال، هم ما سولفوا قدامي خليني أقول لك. المهم طلعت يوم، يوم الثاني سيد طالب الله يوفقه قال لي اخوي هسه احنا قاعدين وصاحب الشين ما موجود، صاحبنا ماكو. قلت له اخوي صاحبنا مريض مسنع شي جيبه. قال هسه تعال دخل خل ندعي خل نصلي. اخوي صلينا صلاة المغرب وتوجهنا بالدعاء، وانا هاي ثاني مرة إلهي يا هي ما تصير بعد بدك مرة ثانية تصير ما تصير. ندعو الليل والنهار يعني تقريبا ساعة متوجهين بالدعاء. يا أخوان شيء غريب والله، صحيح والله صحيح ما صير بعد. قبل عندنا خلاص، قبل جايين صدق ندور ندور الله، هسا الطيني واحد يقعد ساعة يبكي مستحيل. ساعة كاملة بس نشي، بس رجع لنا أحمد يا إلهي، جيب لنا أحمد يا رب السماوات، جيب لنا أحمد. يا معودين انا ما باكي بحياتي هيك ساعه واقف على السجاده وابكي، ما مر علي هيك. اي اخوي احنا نبكي علم رحم الله والديك الزوج. لا ونشوف السيد طبعا دينا المغري صلوات على محمد هذا بكامل قوته. سيدنا السلام عليكم، صار لك اسبوع مسنع، شنو صار؟ السياره ما تشتغل، شنو صار؟ قال لي والله اجوني الملائكه قالوا اشرب بس هاي الحباية، والسيارة اجا مصلح بس ما ادري شنو سوالها رأسا اشتغلت. وقال انا اجيت رأسا لهنا. يا رحمة الله الواسعة خير. قال لي امشوا وياي للبيت. لا ما اروح للبيت. قال ليش؟ قلت ليلة القدر الليلة شلون اروح للبيت؟ انا جاي للحسين. قال هو ابتسم قال براحتك. لي للبيت وأنا قاعد صافي حطيت دخل. هو ربك ما يعني هو تخطيط الله مو تخطيط بنادم. والله يا أخوان يا طيبين وما أشوفن إلا إجوا جماعة بسيارات من هاي السيارات اللي تعجب. يا أخوي قالوا وريد الشيخ أحمد عزيز اليوم تطلع سالفة أعظم من هاي الأمور اللي إحنا هسه مستهينين بيه. حيا الله الركن الشديد. خويا خذيتهم وديتهم للسيد، لقيت حيدر مشتت قاعد سئلوه أمر شرعي وهم جايين من بغداد على هذا الأمر، قال لهم لا يجوز. المهم شلون ما شلون اكو صارت بعد مواضيع احنا نختصرها ما نريد نطولها. قلت له علي سيدنا رحم الله والديك الليلة ليلة قدر واحنا هسه التمينا ورقد نروح نزور، بكيت الله توافق انت تروح وياني. السيد صفن قاعد توكل على والله. اخوي ركبنا سيارتين صرنا ثلاثة اعتقد كله اربعة، ويانا ابو سجاد المعوق ويانا شيخ حبيب ويانا حيدر مشتت والسيد، ورحنا نتوجه بزيارة ابا عبد الله الحسين. هو هسه ما ادري اكو مصلحه اسولف كلش، ما ادري هاي الناس صديق ما ادري تضحك ما ادري. السويدي فتره السقوط الناس كانت بالحضره هواي وش اسمه وبر الصحن هواي ناس. يا اخويا احنا نمشي السيد وانا بصفه وحيدر بصفه، هسه احنا هباوع الناس ليش تباوعنا؟
قسما ام محمد انا كل ساعه امسح وجهي اقول اكو تراب يا الهي اكو طين اباوع الوجه السيد اباوع الوجه حيدر يا الهي شنو الموضوع يشبيها الوالد تباوع انت بعد من واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يباوع لك وباوع ما ينزل عينه يعني شنو تحس حس اكو فد تراب طين وصاخة هو مو تحس التنور طالع من وجهك سوعد ويمشي طالع لنور لو سيد بدر يطلع لنور شنو هاي فانا كل ساعة امسح وجهي يا ربي شنو ما اغسلت وجهي شنو على أدح. بعد هو النور يمشي بس احنا ايش فهمنا يعني ايش عرفنا ايش درانا هسه لعله البعض يضحك ويقول اه شلون هيك ما يدري لا ابويا ما ندري ولليوم ما ندري ولليوم ما ندري ولليوم ما نعرف ولليوم كل شيء ما فاهمين لا يعني تحس بروحك انت تفتهم عمي هذا هيك لطف قليل من الله احنا جاي نمشي لا حد يقول انا افتهم كل شيء ما تفتهمون لو تفتهمون ما نمتم ببيوتكم يا اخوان كل شيء ما هيك بس نعم الله على الله مخلينا هيك يمشي لا حد يقول انا افتهم ولا حد يقول انا عرفت حجة الله يا معودين المهم يا اخوان لا تقول لا اقول لك اي اخوي ازرنا خلصنا الزيارة انا دعيت الهي بحق محمد وآل محمد اريدك تثبتني ويا هذا الرجال هذا الرجال نزل بقلبي هستانة ما أعرف شين الموضوع بس أنا أريد أمشي ورا شون ما أصير أمشي ورا شي يطلع هم ورا بس قلت له يا ربي أنا ترى قلت له مرة وفروخ والليلة ليلة قدر وكلهم صغار إذا أنت تقول إذا يقول يعني إذا هذا الرجل صدق من عندك وهذا وصي رسول الإمام المهدي اتكرم علي ملك من الملائكة اتكرم علي بشي يروح يم عويلي يم جهالي يقعدكم يقولهم ليلة ليلة قدر قعدوا يا أخوي المهم خلصنا رجعنا قعدنا ظلينا كم يوم بعد تعرفون احنا من نروح ناخذنا خمسة أيام ستة أيام أكو بيان ثمان طبعة أكو سالفة نستمد القوة من زيد ومن كلام الطيب الماء ونرجع له قلت لهم ويا انتم صليتوا صلاة ليلة القدر ما صليتوها روية باعت لي بتسمد قالت صارت بينا كارثة يا معودة شنو صار عدي كانت عائلتي يعني عندها أطفال أطفال يعني أعمارهم سبعة وثمانية وتسعة يعني وتتركها مرض سقوط صدام ايش تتصور قالت أنا بعد تدري من يسير الليل أتمنى ربع ساعة وصير تطلع الشمس قلت لها هي أدري دينا تخاف قالت أنا ذاك اليوم نمت إجا واحد دق على متني يلي علوية قعدي الليلة ليلة قدر ودزني السيد يقول العلوية أنا باوع ليه تقول كأنما أطمئنان قلبي بحت تقول توضيت وهو كأنما قاعد على الكرسي هسه شلون الإنسان يحس أكو خيال أكو فشي تقول صليت الليل كله وتعبت وأسأل الله الرضا والرحمة والغفران هي هاي بحياتها يمكن مرة واحدة لأن هو واحد وين يحصل هيك شيء تقول ونسأل الله الرحمة والرضوان تقول بس اطمئنان مو طبيعي تقول وخلصت ورجعت فيا أخوان شوفوا هاي الدعوة بيها أشياء عجيبة غريبة غيبية بعد يا الله اللهم صل على محمد وآل بيت محمد المهديين وسلم تسليم كثير خوي تكليف المرأة لا يفرق عن تكليف الرجل إلا ببعض الحالات بالنسبة للسيد سلام الله عليه عدة مرات يقول الأنصاريات بناتي وأنا كفيل بهم سأخذ عليهم بالعافية زين ولا وهاي رحمة من الله وشكر من الله سبحانه وتعالى الأنصارية هاي حطتها بجيبها خوف شنو دور المرأة الأنصارية للدعوة أنا مستعسولف
ممكن تقدر تطبخ للأنصاري، الأنصاري حتى لو زوجها، الأنصاري حتى لو ابنها، الأنصاري حتى لو أخوها، الأنصاري حتى لو أقرب الناس إليها. هذا الطبخ لوجه الله تعالى لو لا؟ هاي من تطبخ وتقدم لزوجها كان يشتغل بتبليغ، هذا مو توفيق لو لا؟ يعني ايش تتصور انت مثلا من يجي زوجها الأنصاري تعبان مهموم من مسألة من قضية من نقص بالأموال وهي تهدي عليه؟ هاي نصرة لو مو نصرة؟ أنا اليوم من أشوف زوجتي تشجعني، إيه ما يخالف، اليوم ما عندنا مصرف، اليوم ما عندنا أموال، روح اعمل بالدعوة. هاي شو مو نصرة؟ هاي نصرة، هاي أي عمل تقدمه صارت لك تبليغ، البات توك موجود، تبليغ بالخلال الفيسبوك موجود. شيء ثاني واجبها التشجيعي، شيء ثالث معرفة الأحكام وهي حتى ببيتها، شيء رابع معرفة العلم اللي جاي ينزله السيد سلام الله عليه وهي راح تعلم الأطفالها. هاي نصرة لو مو نصرة؟ نشر علوم السيد لأقاربها وأهلها، نصرة لو مو نصرة؟ هواي من النساء ما عندهن مفهوم بالفقه ولا بالعلم، وهي سولف سيد أحمد سلام الله عليه يقول هيك، سيد أحمد يقول هيك، سيد أحمد يقول هيك. هاي نصرة لو مو نصرة؟ من يشجع زوجها النهوض أمام الوهابية بحمل السلاح، نصرة لو مو نصرة؟ كل شيء بيشد عزم أبو بيته هو نصرة. هذا تكليف المرأة، ومو صعب هاي الأمور، هاي كلها مو صعبة، هي أصلا الأمور طبيعية. هي ببيتها السنة سولف لك مثلا، والله العظيم والله يرحمه هذا الشيخ، هو يسولف لي يقول لي سيد يعني زوجتي تقول لي حتى لو تجيب لنا بس خبز، أهم شيء تروح أنت تشتغل بالحوزة، حتى لو تروح تجيب لنا قرصة خبز وما تجي لنا من الصبح لليل، أهم شيء تروح تشتغل بالحسين بشرفك. هاي شو تسوي لها؟ شو تدعي لها؟ إذا ربت ولدها وأطفالها كلهم على حب محمد وآل محمد وأحمد وأحمد، ونزلت هاي العلوم وفسرتها إلهم وخلتهم يقرون لنصرة دين محمد وآل محمد، هي هاي نصرة لو مو نصرة؟ أخوان أي عمل تقدمه المرأة للدعوة هو نصرة، مع اختلاف طرق العمل. يجيهم اليوم أنصاري تطبخ له وتقدم له الطعام، تقدم له قلاص الماء، هاي نصرة لو مو نصرة؟ زين لو لا؟ أي شيء تسوي المؤمنة لأخوها المؤمن، لزوجها، لأختها، هاي نصرة لمحمد وآل ما بيها مجال. زين الأخت المؤمنة تصبر أختها المؤمنة على معاناة زوجها مثلا لو شيء، هاي نصرة لو مو نصرة؟ اليوم أكثر الخوات بيناتهم اتصال وبيناتهم كلام وبيناتهم وحدة يشجع الثانية ووحدة صبر الثانية، الله يسددهن والله يوفقهن والله يكرمهن، حد ذاته هي هاي نصرة. بس هاي إذا تقعد تون الصبح من الصبح لليل، وين النصرة بيها؟ اليوم ميتين جوع وما عندنا أكل، ورايح ملتهي بالدعوة وضالين إحنا جوعانين، هاي وين هاي تاليتش؟ وش تحصل هاي؟ وهي غصبا عليها شاعت مبت، هي تاكل هاي الخبز وهالطماطاية وتنام. فديوم انا سألت السيد عن احد الانصار، قلت له ما شاء الله هذا الرجل الله موفق، قال ايه لو ما مرته ما يقدم هذا العمل. مع العلم هذا الانصاري يعني بعيد، كلش بعيد، مو بالعراق. اعرض الله الصاحب، قلت شين سبحان الله، وين يعرفهم السيد؟ بس سامع بسمعه. وبعدين دارت الايام والرجل اجى قاعد يمي، أخي عدي مرة تقول لي قائم آل محمد، يماني آل محمد ظهر وانت مقابلني قاعد وتالي شق إلا الله. قلت هاي شنو؟ سبحان الله سبحان الله، سمعتها قبل كم سنة هذا الحكي من السيد، اليوم انت تأيده؟ بس أنا حكيتها بقلبي، هسا هاي حكيتكم إياها على ريفة. أكثر المؤمنات تشوف المؤمنة تشجع، واكو مؤمنة ماكو، أنا أعرف من عندهم مؤمنات خطية يريد يروح شوية يشتغل كضت للباب، ما توصل محتاجينك يابا، ما يصير انت مؤمنة انت محسوبة على الإمام والله حافظك ومسددك، مو انت طلبت من عنده ولد
دعائك ويا سيدنا بس ادعي ودعالك والله طاعته سيدنا بس ادعي ودعاك وطاعت سيارة سيدنا بس ادعي ودعاك وطاعت بيت يا أدري ايش تردين بعد وهم تحطين الحجر عثرة بدرب زوجك يا جماعة ما يصير هيجي وطلقت وقالت ها شوفوا وين صار أحمد الحسين يا معودة انت ما تخلين واحد يشتغل لله هذا متلوع بعشق الله وعشق الإمام وهاي متلوعة بالطماطة والبصل ما يصير يا أخوان يا أخواتنا رحم الله والديك يا الله اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد أخوي أول سؤالك للحفظ تجيب ماي زمزم أو ماي بئر وتكتب سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تشربها لمدة 3 أيام على الريق هاي واضحة خويا سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكتبها بماء زمزم أو ماء بئر إيه هاي للحفظ أو ماء بير هاي شو خلنا نحكيها ماء بير خويا ماء بير تكتبها هسه شلون تكتبها ماعون إناء وتكتب بزعفران قلم زعفران تكتب السورة وتمحيها ماء الزمزم أو الماء البئر وتشرب الصبح 3 أيام على الريق واضح؟ أما مسألة سؤالك الثاني تشربها خوية عند الإمام سلام الله عليه الأنصار الكل سواسية ما طول أنصاري وقرب ولاية المهدي والمهدين فهو أنصاري أما الفارق هاي خو بعد من الله سبحانه وتعالى أما هو الإنسان دائما التسليم وحسن الخلق والجلوس بين المعصوم به روايات كثيرة احنا كنا ما مؤدبين الجلود بس عند سلام انا اشترك اياها بصراحه بس لكن طيبه ابونا يعني وبساطه الابو فاحنا مثل الاطفال نجلس بين يعني عنده فماكو اي تكليف ولا يعني دائما يصير يعني مثلا يعني تصرفات عفوية وتصرفات المقصودة مبينة واضحة وبعض الأخوة يعني أدى أخلاق ساكت ما يتكلم كلامه دائما موزون كلامه مثلا يصير عند الحاجة فهي اختلاف يعني بالأخلاق واختلاف فالسيد تعامل معانا تعامل الأبو وأنت تعرف الأبو شلون يتعاملوا يا أطفاله مسألة طبيعية ومسألة مو صعبة يعني منهم مؤدب منهم غير مؤدب ومنهم ثقيل ومنهم خفيف ومنهم سريع التصرف منهم ثقيل التصرف أشكال يعني اختلاف لكن انت بعد هسه من وصلنا الى مرحلة اللي عرفنا مقام السيد وبعدنا ما عرفنا يعني الواجب كل انسان ان يتحلى بقدر المستطاع من الاخلاق الحميدة والطيبة عند الامام واذا تلقى الروايات كثيرة يعني بعض الروايات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس مع أصحابه وأتى رجل كبير السن قال له يا محمد اترك لي مجال للجلوس أين مكاني فيقولون تقول الرواية رسول الله فرش لعباته قال له تعال اجلس بجانبي أهل البيت ما ينظرون لهاي المسائل ينظرون إلى القلوب يشوفون قلبك شنو يعني واحد مخربط وهو قلبه عاشق انا اعرف واحد يعني ما شد اوصف لك اياه صاحب نكته يضحك تصرفات عشوائيه
تصرفاته مو طبيعية، مزاحة قوية، بس تقدر تسوي انت مثله؟ لا ما تقدر تسوي مثله. اقدر انا اسوي مثله؟ لا ما اقدر اسوي. يعني جاب اطفاله وراد يذبحهم امام السيد بالسجين، تقدر انت تسوي هيك؟ ما تقدر تسوي. فاهل البيت سلام الله عليهم ينظرون الى القلوب، الى قلب الانسان، الى صريرته، الى حقيقته. ولا هاي المسائل ما لها قيمه عند محمد وعلى فياها يقدم هيك، ياهو يقدر يجيب اطفاله ويقلهم ويريد يذبحهم فداء لك يا مولاه. اكو واحد يقدر يقدم هيك اطفاله؟ مستحيل. ما رضى السيد. شنو ايش قال السيد؟ ما رضى السيد، ما قبل. بس هذا الرجال حبه بالسيد يعني قال له مستعد اقدم لك، شنو تريد؟ عليه صار كالجواهر يقول والله سبحانه وتعالى أنزلهم إلى الأرض وطشرهم بالأرض. يقول مثلا أكو جوهرة طاحت بالتراب، يقول هاي بسرعة تمسحها، يقول هاي الجوهرة بسرعة ما تعب. يقول وأكو جوهرة بالبحر، وأكو جوهرة بالشجر، وأكو جوهرة بالخيشة، وأكو جوهرة بالوصاخة، وأكو جوهرة. يقول هسه أكو جوهرة عن جوهرة تفرق، هاي الجوهرة اللي بالماي ومثل الجوهرة اللي طاحت بالوصاخة مثل بالخيس، هاي اللي بالماي بس تطلعها من الماي بسرعة تبرق، والجوهرة اللي طاحت بالوصاخة جو الطين الرادس قد تنظفها يلا تطلع، هاي يلا تلمع. أما مسألة السجين، وصيك وصي أخوتي المحبوسين خد يقروا سورة يوسف سلام الله عليه ويتمعنون به. زين انت اذا تقدر توصيهم وصيهم هذا شيء ثاني. مسألة الحبس لعله بها مصلحة، ان كانوا يجوز برا يجوز يتأذون ازيد ما هم هسه بالحبس. ونوبات هو المؤمن يطلب ان يروح للحبس قاعد. انا اوصيكم اوصي الخوات المؤمنات، يعني هي اليوم تدعي مثلا ابنها ضوجها وقالت له عساك بهيج وهيج، هاي ما تطيح بالقاع، ورا فترة شوف ابنها صار بيه ما صار، والسبب هم دعت عليه، هي نسيت، هي دعت عليه بحالة غضب. مثل ما انتم لا تقرون العبد الصالح والخضر سلام الله عليه موجودة كثير من القصص بي. لا تتصور الحبس، انت تدعي تريد تروح للحبس والله سبحانه وتعالى يصدق دعائك ووداك للحبس، لكن من يوديك للحبس هم بيها مصلحة، لعله اكو ناس موعودين بنصرة الامام وهم بالحبس، فبيها مصلحة انت توصل وتبلغهم وتهديهم، وما بها مصلحة يجوز تطلع برا، لعله تنكتي، لعله يصير بيك ما يصير. فالله يحفظك بهذا المكان. والآن موجود كثير من الأنصار يعني ما يقدرون يطلعون، هم قاعدين ببيوتهم ما يقدر يطلع، شو به الحبس هذا يا ترى؟ لكن أكو طرق التبليغ. هو هسه هذا الحبس شنو السجن يعني قليل بناس في عدد، هو تقدر تسولف عليهم وتقدر توصل الحق إلهم ولأهاليتهم ولأقربائهم من خلال أخوته المحبوسين. كثير من الأنصار يعني مامنين الآن هم بالحبس من خلال المؤمنين. أما مسألة أنصاري هاي الدولة وهاي الدولة، هذا مو مسألة شلون سرع استجابة الدعاء. أما أنت وجودك مثل بهاي الدولة ما أجهيك من فراغ والسواعد بهاي الدولة، الله رادكم تحفظون لغاتهم، الله رادكم تشوفون طبيعة عملهم وطبيعة عيشتهم وطبيعة أخلاقهم وطبيعة، الله أتكون متنقل بالدين. فأنت من خلالك الله سبحانه وتعالى تنشر دعوة الحق. يعني إذا كلهم جماعة قاعدين هنا بالعراق ما يعرفون يحكون، يعني لا يعرف إنجليزي، لا يعرف فرنسي، لا يعرف ألماني، لا يعرف روسي، يعني ما توصل الدعوة بالتفصيل بوضوح، يعني هاي بس نكتب احنا انجليزي وانتهى الموضوع، لا. فالله يعني خلاك بهاي الدوله لاجل نشر الدعوه، خلى في السويعدي لاجل نشر الدعوه بهاي، وخلى فلان وفلان، هكذا طريقه التبليغ من خلالكم تصير. انتم الدعاه تصير بهاي الدوله من خلالكم عن طريقكم، وما تعرف بالمستقبل شنو راح يصير.
وجودكم بعد يجوز راح يتضحكم هواي أكثر. أحسن سيد ياسين، حكمة وأسباب. فإحنا لا نستهين بالضيعين. أنا شنو قاعد بوحدي بهاي الدولة؟ لا الله، أنا أعرف ولد أنصاري بعمان إجال الإمام بالرؤية قال له اطلع رأساً روح لهاي الدولة الفلانية. يقول نفذت رأساً ودرت وجهه وطلعت. يقول هاي الدولة لا بيها أنصار لا بيها مهم بيها يقول كل شيء ما أعرف. يقول أجرت بيت وقعدت، يقول جاي تعلم اللغة مالته، شوفه بعد فترة راح ينشر الدعوة بيها. فكل إنسان بالخارج عليه أن يبلغ من خلال اللغة مالتهم.